انضم الينا الان من تل ابيب مراسل العربي احمد الدراوشه. احمد، ونبدا بتصريحات يوآف جالانت وزير الامن الاسرائيلي في اتصال مع نظيره الامريكي لويد اوستن، يقول ملتزمون باعاده سكان الشمال الى منازلهم بامان ونقترب من نقطه حاسمه في هذا الامر. تفاصيل اكثر معك احمد. بالفعل بالأمس جرى اتصال هاتفي، هو الأول منذ بداية هذا العام، بين وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لبحث عدد من الملفات. لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية مستمرة بالضغط على الأساس لمنع فتح الجبهة اللبنانية وتطهور الأوضاع هناك أكثر باتجاه حرب شاملة. وهذا ما تحدث عنه وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت منذ قليل عندما صدر بيان عن مكتبه، وقال إن إسرائيل تصر على إعادة سكان المناطق الشمالية إلى منازلهم وأن إسرائيل تقترب من نقطة حاسمة. وكانت خلال الأسابيع الماضية تعزز عن أن إسرائيل تفضل الخيار الدبلوماسي من أجل إبعاد قوات حزب الله ليس إلى منطقة الليطاني كما كانت تتحدث إسرائيل من قبل، إنما إبعاد حزب الله عن الحدود لأكثر من 12 كيلومترا، وهو مدى الصواريخ المضادة للدروع المتطورة التي يملكها حزب الله اللبناني. وهذا في حد ذاته تنازل إسرائيلي. كانت إسرائيل تصر على إبعاد حزب الله إلى ما بعد الليطاني، لكن الآن تتراجع عن هذا الأمر وتعتقد أنه غير واقعي. كذلك الليلة الماضية تكشفت تفاصيل جديدة عن الضربة التي كان يعتزم وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت توجيهها إلى حزب الله. بعد عملية 7 أكتوبر كان جالانت يفضل توجيه ضربة إلى حزب الله قبل توجيه ضربة إلى حركة حماس. ويتذكر الجميع التصريحات التي كان يدلي بها جالانت عن أن هذه الحرب ستغير وجه الشرق الأوسط كله وليس فقط وجه قطاع غزة، وكان يقصد توجيه ضربة قاتلة إلى حزب الله اللبناني منعتها الولايات المتحدة بحسب تسريبات في وسائل إعلام أمريكية. لكن الليلة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي جادي أيزنكوت كشف تفاصيل جديدة، منها الاجتماع الصاخب الذي عقد، وكان اليوم الأول الذي ينضم فيه أيزنكوت وغانتس إلى الحكومة الإسرائيلية. وبحسب تحقيق القناة 12 الإسرائيلية فإن أيزنكوت على ضوء إصرار جالانت على توجيه ضربة لحزب الله اللبناني قام من مقعده في اجتماع الكابينت الأمني والسياسي وتوجه إلى رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ومسكه من جسده وقال له وهو يصرخ: قل ليسمعوا رأيك، هل تعتقد أن على إسرائيل توجيه ضربة إلى حزب الله اللبناني اليوم؟ فقال القائد العسكري للاستخبارات الإسرائيلي: لا. وعندها فقط بحسب أحد الضباط الإسرائيليين عاد لي التنفس، عادت إليه الحياة نتيجة للضغط الذي كان يمارسه جالانت على الجيش الإسرائيلي لتوجيه ضربة على لبنان. ويبدو أن جالانت لا يزال يلمح إلى هذا الأمر، ولو أن وسائل إعلام أمريكية تحدثت قبل يومين عن أن الطلب الوحيد الذي وافق عليه بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل أكثر من أسبوع بقليل هو عدم توجيه ضربة إلى حزب الله اللبناني. فرص توجيه ضربة كهذه قد تترك إسرائيل منفردة، الإدارة الأمريكية تعارضها، وبالتالي إسرائيل منخرطة في المفاوضات التي توصف بأنها لم تحقق أي تقدم خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكن إسرائيل لم تنجح بإقناع الولايات المتحدة بضرورة التوجيه.